السلام عليكم. انعقد مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية في الجزائر يوم 13 أكتوبر 2022، والذي شهد من دوره لحظة مؤثرة من قبل رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون، الذي ضرب الدموع عند تحقيق غايته وهي نجاح مصالحة الفصائل الفلسطينية بالجزائر. وهذه اللحظة المؤثرة تدل على صدقنا والحب الكبير الذي يكونه الجزائريين للقضية الفلسطينية. اللهم اجمع شملنا وشمل كل المسلمين أرجو من كل الناس أن يعلقوا وأن يتفاعلوا ويتفاعلوا، وأن يكون لهم رأي إيجابي في هذه القضية وما ستخلفه على الوحدة العربية والمسلمين جميعا. بالتوفيق، السلام عليكم. لا تنسوا أن تدعمونا فضلا وليس أمرا. شكرا جزيلا لكم.